النهارده القاهرة استضافت عدد من رؤساء المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي خلال تدشين وافتتاح المقر الجديد للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وأيضا تنصيب الرئيس الجديد الدكتور بنيديكت أوراما في أجواء احتفالية. نشوف هذه الأجواء في خلال هذا التقرير. خلال تدشين وافتتاح المقر الجديد للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، استضافت القاهرة في مؤتمر صحفي عدد من رؤساء المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي ومسؤولي المؤسسات المالية ومجتمع الأعمال في حفل لتنصيب الرئيس الجديد للبنك. ما أريد أن أقوم به في الفترة القادمة هو تعزيز هذه التجارة البينية حتى نستطيع تعزيز حجم التجارة في كافة الدول الإفريقية. And if they become more integrated, وسوف نقوم ببناء بعض المصانع ونستغل بعض المواد الخام. هذا البنك هو أداة من أدوات تفعيل الهدف الاستراتيجي الأبعد لدول القارة، وهو تحقيق قدر أكبر من الاندماج من التكامل بما يحقق بالطبع في النهاية مصالح شعوب القارة. حفل الافتتاح شهد أيضا ممثلين من عدة دول إفريقية برفقة عدد من الوزراء المصريين ورؤساء عدد من البنوك المركزية بإفريقيا. يتولى أوراما رئاسة البنك ليكمل مسيرة البنك التنموية والتمويلية للبلدان الإفريقية وتشجيع التجارة داخل وخارج البلدان والتسهيلات الانتمائية للشركات الإفريقية كافة. آية جمال الدين، البيت بيتك.